يا صباح الفل. انا قررت ان اليوم بتاع النهارده يكون مميز جدا، خصوصا ان احنا النهارده هنتكلم عن قانون الاغنياء. هنتكلم في نقطه مهمه جدا يمكن بتدمر اغلب الشركات، حتى لو كانت الشراكه او حتى كانت الشركه دي قويه جدا، ولكن بتدمرها نقطه صغيره. ده اللي هنتكلم فيه، فيلا بينا. مفيش ما بينهم عامل مشترك، لا خدد النكته بالتحكم خاليه من المعلافه. ده قانون الاغنياء. قانون الاغنياء، طبعا احنا النهارده اليوم بتاعنا زي ما قلت من شويه هو مميز جدا، علشان خاطر النهارده جايين نتكلم عن نقطه يمكن اغلبنا كده واغلب الشركات اللي بتتفتح بتقفل بسببها. اغلب الشركات لما تيجي تفتح وتبص تلاقي بتحصل معاها المشكله دي ومش عارفه الحل بتاعها ايه، هتبص تلاقي الشركه وقعت. واغلب الشركات الجديده اللي بتحاول ان هي تشتغل او ان هي تنجح او بتحاول ان هي تفتح جديد، فبتبص تلاقي ان هي مش بتاخد لبالها من التفصيله الصغيره دي. التفصيله دي وهي بتدخلنا لمرحله او لنقطه اسمها اشمعنى. اشمعنى فلان واشمعنى فلان واشمعنى فلان. وهنا نقطه مهمه جدا لازم نحطها اول ما تيجي تفتح الشركه بتاعتك، وده اليوم الجديد بتاعنا النهارده، وهي السيستم. لازم تحط سيستم قوي جدا للمكان بتاعك. لازم تحط سيستم كل الناس من اول المدير العام لاصغر موظف عندك كلهم ماشيين على السيستم ده، علشان خاطر تبص تلاقي الشركه بتاعتك ناجحه وبيقودها قوانين مش بتقودها عواطف. ليه؟ لان الجزئيه ديت لو مش موجوده بتبص تلاقيها ان هي بتاخدنا كده لمرحله كده او لدايره اسمها دايره العشم وقله الذوق. دايره العشم وقله الذوق بتبص تلاقي ان مثلا انا كهشام اقول لمحمد يا محمد انزل انت المحاضره اللي جايه، او يا مش عارف يا فلان انت انزل في المحاضره اللي جايه، او شيلني في التاسك اللي انا عليا دلوقتي. فمحمد يشيلني في التاسك اللي عليا، محمد يجي يقصدني في المره اللي بعدها ابص اقول له والله يا محمد انا تعبان. محمد طبعا هنا بيفضل من جواه يشيل ويهري وينكت ويعرف ازاي انا لسه عاملها لك المره اللي فاتت. فتبدا الموضوع ايه؟ ان هو يقلب لمرحله عاطفيه. هنا لما تيجي تحط السيستم بتاعك هتشيل من الدايره بتاعه العشم وقله الذوق، بتشيل نفسك من مرحله هنا بيبدا ان هو الموضوع ودي قوي زياده عن اللزوم، وتبص تلاقي ان الاثنين شغالين بيهزروا. هنا بتحط السيستم علشان خاطر تحكم كل حاجه وتعرف امتى تنزل مكافاه وامتى تنزل خصومات. علشان خاطر كده مركز فيوتشر جيت بيبدا برضه ان هو يعمل سيستم. مش بيبدا، هو من 2012 اوريدي هو عامل سيستم. السيستم بيتكلم فيه في تفصيله التفاصيل، واحده من التفاصيل دي وهي ان انت ما ينفعش تاكل في الريسبشن. ايه؟ واحده من القوانين ان انت ما ينفعش تاكل في الريسبشن، لان حضرتك لو بتاكل في الريسبشن وفي عميل دخل، الايمج الخاص بالشركه بتاعتك راحت. فبالتالي ده قاعده من القواعد اللي بتمنع اي حد سواء من الموظفين او العملاء ان هو ياكل في الريسبشن. فبالتالي في قاعه مخصصه او في بوفيه يبدا ان هو يتوجه ليها ويقعد فيها. حاجه رقم 2 وهي فكره هدوء نبره الصوت. لا لا انتوا جايبين الناس عشان تخنقوهم ولا ايه الموضوع ده؟ فتبص تلاقي هدوء نبرة الصوت حاجة مهمة جدا، لأن لو كل واحد بدأ يتكلم مع اللي جنبه بصوت عالي أو بدأ يتكلم مع العميل اللي موجود معاه بصوت عالي، فهتبص هتلاقي إن هنا الشركة كلها أو المكان كله أو الريسبشن كله شغال بصوت عالي، محد يسامع حد. كل الناس شغالين بيتكلموا. فمن هنا تبص تلاقي إن كل قاعدة بتحطها الشركة بتاعتك أو المؤسسة بتاعتك أو حتى السوبر ماركت بتاعك اللي حضرتك بتعمله
كل قاعدة بتحطها بتساعدك ان انت تعلى لقدام ومتقعش في مشاكل. ولازم تبقى عارف حاجة مهمة جدا، ان القواعد مرنة، مش مرنة ان هو تعدي، مش مرنة تعدي لا، ولكن هي مرنة ان في الاوقات اللي خلاص يعني تسمح خلاص ماشي مفيش مشكلة. فخلي بالك ان المرونة مش معناها التسيب، ولكن المرونة وهو ان انت تعرف امتى تحكم وامتى ترخي، فبالتالي بتكون ما بين معادلة رائعة جدا، وتبعد عن نقطة ودايرة وحشة جدا هي دايرة العشم وقلة الذوق. كل ده بقاعدة مهمة جدا وهي السيستم، وده اللي بنحطها في الشركات، وهو ده الحلقة بتاعت النهاردة. حط للشركة بتاعتك سيستم من أول ما تبدأ فيها، وكل ما انت شغال في الشركة بتاعتك وكل ما بتطور في الشركة بتاعتك طور في السيستم بتاعك عشان الشركة بتاعتك تبقى رقم واحد. شكرا جدا لكم، اشوفكم في مرة تانية. ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. النهاردة تعبنا جدا في الفيديو في الفلوج في كل حاجة عملناها النهاردة، فما اعتقدش ان الموضوع يكون صعب ان انت تضغط لايك وشير وسبسكرايب وتبعت لنا وتقول لنا رأيك في الحلقة. مش بس رأيك في الحلقة، ايه اللي ممكن تشوفه ان محتاج نتكلم عنه. شكرا جدا لكم، السلام عليكم.